السلام عليكم ومرحبا بكم في شيوه مشويات كوزينتنا. اليوم ان شاء الله بغيت نقترح عليكم واحد الفكره ديال الغداء كنت حضرته صورته باش نشاركه معكم. نتمنى ان هاد الوصفات ينالوا اعجابكم وفرجه ممتعه. اول حاجه غادي نبداو بها هو الدسير باش يبرد لينا. غادي نحتاجو فيه 250 مليلتر ديال الكريمه السائله اللي كتكون خاصه بالطبخ اللي كتستحمل الحراره لان خصنا نغليوها. عندنا هنايا 125 مليلتر ديال الحليب، جوج اوراق ديال الجيلاتين، وعندنا السكر حسب الذوق، هنا مديره تقريبا ما بين 80 حتى 100 غرام، وعندنا الفاني باش غادي نكو هاد الدسير. انا مستعمله الفاني عود، ممكن انكم ديروا ساشي ديال الفاني. غادي ندير اول حاجه هاد لا جيلاتين تذوب في الماء عادي، في الماء بارد، نخليوها هكا على الجانب. غادي ناخذ هاد الكريمه غادي نديرها في واحد الكاسرونه، غادي نضيف الحليب باش نحيد هاد الكريم اللي كتبقى لاصقه في الكاس لانها شويه كتكون ثقيله على الحليب. قلنا 250 مليلتر ديال الكريمه و 125 مليلتر ديال الحليب. غادي نضيف السكر، ما نديرش هاد الكميه كامله، وغادي نضيف الفاني بودره. انا هادي مستعمله النص ديالها، كنقسموها كيما ملاحظين كتقسم بهذا الشكل، كنحلوها هكا. هادي كيف ما ذكرت لان مستعمله النص ديالها من قبل. غادي نحاول نجر بالموس هذيك الزريعه اللي كتكون داخل، وغادي نديرها فيها، نديرها في الكريمه وفي الحليب. غادي نحاول نجر الجهه الاخرى تقطعات ماشي مشكل. غادي نديرها كلها في هاد لاكريم باش تغلى. عاد من بعد عاد غادي نحيد هاد العود لاكريم. بعد ما كتغلى غادي نحيد هاد العويدات ديال الفاني. شخصيا ما كنلوحهمش، كننشفهم، كنديرهم في السكر سنيده كيبقاو يعطروا فيه واحد شويه. باقي واحد كنظن صافي، محدها سخونه. غادي نعصر لا جيلاتين اللي رطبنا في الاول، جوج اوراق ديال الجيلاتين، نعصروها مزيان من الماء، وغنضيفوها على الكريم وهي سخونه ونحركو باش تذوب. بعد ما ذابت لا جيلاتين تماما غادي ناخذ كؤوس ديال التقديم، غادي نفرغوا فيهم هذا الخليط. نحاولوا نخليه واحد شويه لاننا هي غادي نقدموها مع الكولي ديال لي فروي، اولا بغيتو تخليوها تقدموها هكا ناتور اللي بغيتو. كما ملاحظين دوك الزرارع ديال لافاني كيفاش كيجيو مشكلين هاد الكريمه. صافي غادي نعمر هاد الكؤوس وغندخلهم للثلاجه يبردوا ويتماسكوا حتى الوقت التقديم ان شاء الله، عاد غادي نزينهم. بالنسبه للطبق غادي نديروا ان شاء الله بسيطلات ديال لا داند والفرماج. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا 500 غرام ديال لا داند اللي مقطع مكعبات صغيره، صدر ديال لا داند. غادي نحتاجوا ثلاثه البصلات اللي مقطعين مكعبات مشلضين هكا صغار، واحد شويه ديال الزبده اللي غنشحروا فيه هاد المكونات، سته الحبات ديال الكورنيشون اللي مقطعين حتى هما مكعبات صغيره. بالنسبه للتوابل غادي نحتاجوا الملحه والبزار وشويه ديال الهريسه، عصير ديال الحامضه، معلقه كبيره ديال صلصه السمك، ومعلقه كبيره ديال صلصه الصوجا، 160 غرام ديال جبن الموتزاريلا، وغادي نحتاجوا علبه ديال الجبن هذا ديال الساندويتش اللي فيه 12. اول حاجه غادي نرقدوا هاد لا داند، غادي نديروها في واحد الاناء، غادي نضيفوا ليها الملحه كيبقى على حسب الذوق، وما نساوش بان لي صوص الصوجا كيكونوا مالحين هما والهريسه. غادي نضيفوا البزار، غادي نضيف كورنيشون، غادي نضيف العصير ديال الحامضه، نضيف شويه ديال الهريسه كتبقى على حسب الذوق. غادي نضيف شويه من صلصه السمك، الا ما كانتش متوفره صلصه السمك ممكن انكم ديروا جوج المعالق كبار ديال صلصه الصوجا بهذا الشكل هذا. وغادي نضيف معلقه كبيره ديال لاصوص الصوجا،
غادي نخلطوا هاد المكونات كامله وغادي نغطيه ونديرو في الثلاجه يترقد على الاقل واحد 30 دقيقه باش كيتشرب لينا هاد لاباند بهاد المكونات. البصل غادي نديرو حتى هو يتقلى مع شويه ديال البزار شويه ديال الملحه يطيب وينزل. اما بالنسبه للسلطه غادي نديرو سلطه عاديه بالخيار وبالخس، ولكن غنضيف لها الجبن، الجبن اللي غادي نبانيه وغادي نقليه. مستعمله الجبن ديال كامونبير، هاد لا مارك اللي خديت لان هذه اللي لقيت اليوم، ولكن مولفه كنشري وحده اللي كتصنع عندنا هنا في المغرب، كتصنع بالضبط في مدينه اكادير، كيكون الثمن ديالها شويه معقول، ديال شركات فورميتال اللي كتصوب الاجبان، كتصوب راه معروفه، هي اللي كدير حتى لا موتزاريلا اللي كتباع عندنا في المغرب. غادي ناخذوا الكامونبير، كما ملاحظين كيفاش كيكون، شخصيا كيعجبني المذاق ديالو. غادي نقطعوه مثلثات اولا على حساب اللي بغينا، الا ما كانش متوفر ممكن انكم ديروه فخوماج لافاش كيري حتى هو تبانيوه بنفس الطريقه اللي غادي نديرو، ومن بعد كنزينو به لا سلاد. بالنسبه لشركه فخوميتال كنظن كاينه حتى في الدار بيضاء في مراكش، والمنتوجات ديالها كيكونوا متوفرين. غادي نديرو بهذه الطريقه، ممكن انكم ديروهم صغار من هكا صافي. غادي ناخذ هنايا عندنا الدقيق، عندنا بيضه، وعندنا لا شابلور، مستعمله دائما لا شابلور ديال بانكو اللي سبق لي وريتكم كيفاش كتكون الكيس ديالها. غادي نزيد واحد شويه ديال السودانيه في هاد لا شابلور، نطربوا هاد البيضه واحد شويه، نضيف السودانيه في لا شابلور حسب الذوق، بغيتو ديروها ما بغيتوش تخليو تحسوا غير بالنكهه ديال الجبن بوحدها، كتبقى اختياريه ماشي ضروري، غير باش نزيدو واحد شويه لوغو ديال لاصالاط لانها سلطه عاديه بالخيار وبالخس. غادي ندوزو اولا الجبن في الدقيق، غادي ندوزو في البيض، كيف ما ملاحظين هاد الجبن كيكون كريمي من الداخل، كتكون فوقو هاد القشره ومن الداخل كيكون كريمي وكيكون لذيذ، كيف ما قلت لكم شخصيا انا كيعجبني. ندوزو في البيض وغندوزو في لاشابلور، مرحبا حتى نكملو مكاملين. بهذا الشكل هذا، الا بغيتو تجيكم واحد الطبقه تكون شويه غليظه وتكون مقرمشه اكثر، غادي نعاودو ندوزو في البيض المره الثانيه، نجويه كاملين ونعاودو ندوزو في لاشابلور. غادي نحطهم في واحد الطبق، غادي نغطيهم بالبلاستيك الغذائي وغادي ندخلهم الثلاجه يبردوا مزيان باش تلصق عليهم هذيك لابانيور حتى الوقت اللي نبغوا نقدموا فيهم السلطه، عاد غادي نقليهم باش يبقاو عندنا سخان. بهذا الشكل هذا غادي نعاود نمررهم المره الثانيه كيف ما ذكرت باش نحصل على واحد الطبقه تكون شويه غليظه ديال هاد لابانيور. غادي نستمر حتى نكمل هاد الجبن كامل اللي عندي. كينزل البصل كيف ما ملاحظين وطال تقلى عندنا مزيان، غادي نضيف عليه الدجاج اللي حتى هو يترقد تقريبا واحد 30 دقيقه، وغادي نرجع كلشي فوق البوطه يطيب. كيف ما عارفين لاباند ما كتحتاجش مده طويله ديال الطياب باش ما تحصحش لينا، غادي نبقاو نقلبوا فيها حتى تطيب. كنضيفوا حتى هاد الشرموله اللي درنا باش ما نضيعوش فيها، وتدلي لينا من بعد الوصله. كطيب لاداند راه بسرعه كتوجد، ما كتحتاجش مده طويله كيف ما ذكرت، لانه ملي كنكثروا لها الطياب كتبدا كتقصح عندنا. غادي نضيف على دابا الجبن 160 غرام ديال الموتزاريلا حكيتها باش تسهل عليا انها تذوب، والجبن ديال لي ساندويتش نقص منه جوج، ما غاديش ندير العلبه كامله. غادي نضيفو كلشي محد الحشوه مازال سخونه باش يذوب لينا هذا الجبن، وغادي نضيف حتى واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس تقريبا عندنا ما بين 3 4 معالق كبار اللي مقطعين، نخلطوا كلشي يذوب فخوماج. المرحله ما نساوش اننا نذوقوا الملحه الا كانت خاصه كنقادوها، كيف ما ملاحظتوا كيفاش دوك الجبن كيذوب تماما. اذا غادي نخليه على الجنب حتى يبرد قبل ما نبدا نعمر في البسطيل. الحشوه عندي بردات، غادي ندوز دابا نعمر البسطيلات، غادي نديرهم صغار باش نقدمهم فرديين. نحاول نحل على الورقه لانها مغطيه باش ما تنشفش.
ناخذ ورقه الاولى بمهل ونغطي الورقه الاخرى، نرجع البلاستيك نغطيها به. دابا نحاول باش نسرع لانني هنايا شعلت الفران يسخن. غادي نحاولوا ناخذوا من الحشوه كما ملاحظين كتبرد وكيجمد هذاك الفخوماج اللي ضفنا. كنحاولوا نهزوا هاد الجناب هكا كاملين بهذا الشكل، وغادي ندوروا هكا الورق ديال البسطيله وكنهبطوها بهذا الشكل باش نديروا على شكل وريضات. نحاولوا اننا نغطي، ولا كانت الورقه كبيره بزاف نقطعوا منها باش ما تجيناش معجنه بزاف، باش ما يجيناش الورق ديال البسطيله اكثر من الحشوه بهذا الشكل هذا. وغادي نحطها في واحد لاطه ديال الفران اللي حطيت على الورق ديال الطهي، دهنتها بواحد شويه ديال الزيت. بالنسبه ليا ما غندهنش الورقه، كندير لها غير هكا شويه ديال الزيت كيعطيها واحد القرمشه من بعد، وكنحطها بنفس الطريقه. نحطوا الحشوه الوسط غادي نهزو الورق كامل هكا، الورق ديال البسطيله نهزو البسطيله في يدنا وكنلويو وكنزلو. ما غاديش هادي ندهنها لان بانت لي انها مدهونه ملي كانوا يطيبوا في الورقه، دهنينا مزيان بالزيت. ما كون كانت ناشفه بحال الورقه الاولى كنت غادي ندهنها. وغادي نستمر بهذا الشكل هذا حتى نكمل الحشوه والورق ديال البسطيله كامل اللي عندي. عاد غادي نزينهم قبل ما ندخلهم للفران بالشكل هذا. غادي نستمر هاد الوريضه هكا، كيجي المنظر ديالها زوين. للتغيير ممكن انكم ديروا عير بسيطلات عاديين، ديروهم في لي غامكان عادي وتعمروا الورقه ديالكم. من بعد ما كملت خرجوا عندي هاد الحشوه، خرجت لي 6 ديال البسيطلات الصغار من نص كيلو ديال الورقه، شاطو جوج وريقات. زينت هاد الحفره اللي كتكون عندنا في هاد الوريضه بشويه ديال بافو، وغادي ندخلهم للفران يطيبوا ويتحمروا. بالنسبه للكامونبير صافي، حتى هويا غادي نوجدو دابا لان البسطيله عندي قربات كتحمر. غادي ندير الزيت كتسخن واحد شويه، هنايا ارتاح في الثلاجه مزيان كما ملاحظين، لا شابلور كتشد فيه مزيان، كل ما كيرتاح كل ما كتبقى شاده لنا فيه هاد لابانيو. غادي نقليه وغادي نقدمه في طبقه هكا ديال السلطه كما قلت لكم، سلطه بسيطه فيها خيار وفيها طماطم، خيار قطعته شويه هكا وشويه هكا باش يبقاو لي داك الخضوره ديال القشره، وفيها الخس وفيها بيض مسلوق قطعته حتى هو هكا طراف، وغادي نضيف عليه الجبن ديال الكامونبير. الكامونبير بعد ما قليته غادي نحطو هكا فوق السلطه. السلطه خاصها تقدم سخونه، داكشي علاش الفرماج باش يكون عندنا مازال سايح، داكشي علاش كنخليوه حتى كتقرب تطيبنا البسطيله. عاد كنديروها، نحليكم تشوفوها كيفاش كتكون من الداخل. كيف ما كتشوفوا داك الكامونبير كيكون مازال سايح. الا كنتم دايرين لافاش كيغي خليوها تجمد مزيان في الكونجيلاتور بعد ما ديروا لها لابانيور باش ملي تقليوها ما تدوبش ليكم. صافي غادي نوجد دابا الديسير. بالنسبه للباناكوتا بعد ما جمدات وعقادت خاصها هي الاولى نبداو بها باش كتقصح لينا وتجمد ودير المفعول ديال هذيك لاجيلاتين. هنايا خليتها عاديه، هذه درت فوقها الكولي ديال الخوخ، وهذه درت الكولي ديال الفرومبواز في هاد لي بيبيت. وديك الساعه ملي كنقدمهم اللي كيبغي يضيف الكولي ما عليه غير يكبهم من الفوق. الاطباق اللي حضرنا اليوم هذا هو الشكل ديالهم كيفاش غيكون. عندنا هنايا سلطه بالكامونبير، البسيطلات اللي درنا بالجبن بعد ما دخلتهم الفران على نار متوسطه حتى تحمروا،
ونردو معاهم البال يعني مع المراقبة. وهنايا الباناكوتا بالكولي ديال الخوخ وبالكولي ديال الفرومبواز، بزوجهم سبق لي واحد درتهم في القناة، عندي لكم روابط ديالهم اسفل هذا الفيديو او لا غادي يظهروا على الشاشة ديالكم. حاولت ما امكن انني ندير لكم كيفاش نظمت هاد الغداء، نتمنى ان تكون اعجابكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة باش توصلوا دائما بالجديد، وبصحة وراحة.